السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين شاهدنا وين جمال بالماضي يكشف سبب غياب بوقرة عن الـ يعني الـ وين الـ مشان وين عند طاقمه في كاس امم افريقيا. احنا على بالنا باللي ما غاديش يحضر، الاعلام يحضر والناس كان يقول لك هو مساعد ومساعد وقرا وين داروه مساعد ومن بعد انقلاب باسباب يعني يعلمها بوقرا يعرفها بوقرا ويعرفها جمال بالماضي. مكانش على بالها حتى الناس اللي كان يقول لك بوقرة مساعد بوقرة مساعد شعلناهم كاع الايام التوالا وين بغاو انجاز يقسموه على زوج، انجاز تاع بوقرة بغاو يقسموه. الناس كاع ولا يقول لك بوقرة مساعد بوقرة مساعد بوقرة مساعد وين عاد وين مكاش من ماشي مكاش منها. هو صح بوقرة شعلناه في طاقم تاع جمال بالماضي ضد زيمبابوي لهنا نهار اللي ربحنا 3-1. من بعد بوقرا صراو امور دي ما مشات سبحان الله، صراو صوالح. وضروك حنا ما خاصناش بوقرا يكون ما يكونش، حنا الله يسهل على كل واحد. ما خاصناش مديح ولا توضيحات، ما خاصناش. انا لو كان عندي انا عارف شكون مدرب جمال بالماضي مدرب خويا، انا نحوس على لو 6 فيفري نربد الذهب، لو 6 فيفري نربد الذهب هذه نحوس عليها. لو كان بوقرا شادنا العمل تاعو يعني مدرب راه في الطريق في السكه الصحيحه، في الصح. اول انجازات اول مشاركه تاعو تحدي كبير، اقرب فريق في يومين يعني فريق ما لعب امام، نقولوا لعب امام مصر منتخب اول، لعب امام المغرب يعني راهم في 5 سنين 2 خطرات ابطال افريقيا كاس الشام، لعب امام بطل اسيا، لعب امام منتخب تونسي وعرف كيفاش يفوز عليهم. شوف كيفاش بعد يجي واحد يقول لك لا بوقرا. حنا على بالنا شكاين، وقلت لكم بلي ودي بوقرا ما يجيش، قلتها لكم انا قبل كاس العرب. ومين قالها؟ هدرها امير لابدي، هدرها رئيس اتحاديه، هدرها يعني. وعلى بالنا علاش بالماضي غاب على المنتخب الوطني، المنتخب الوطني ماشي منتخب محلي، خاطش الفيفا مستعرفه بالفريق الاولمبي والايفا والايديسات، ما كاش فريق محلي. روحوا لفرنسا لا كاين فريق محلي، روحوا في اوروبا لا كاين فريق محلي، فريق محلي في افريقيا فقط، في افريقيا فريق محلي. احنا روحنا نلعبوا ما لعبناش بالفريق المحلي، لعبنا بالفريق الوطني الجزائري باش يكون في علمكم، عيب باش يكون في علمكم برك. وما بوقرا عطاوه قنبله بصح ما طرقتش، عطاوه قنبله فتو يحطموه في البدايه تاعو بغاو يقلوه، شتو غير نهار اللي درنا ماتش نيل مع مصر يعني ما لا اله الا الله محمد رسول الله. تحمل العبء، العبء تحمله. عندنا واحد داك الصحافي ربحنا السودان، قال لك السودان ولا السودان، قال لك الباترو حط تشكيله. انا مانيش ضد جمال بالماضي بصح انا ضد هذا الناس، يعني امنوني بالله والله الهضره اللي نهضرها ماشي ضد جمال بالماضي، ضد هذا الناس. كاين ناس خباثه والله، الله يجعل ربي يسمح لنا ويسمح لهم والله. ناس تكون تعرفوا كيفاش، انا ضد هذا الناس يعني عايشين تحت. انا قلت لكم شجره بالماضي شجره مثمره، كاين اللي راه ياكل منها وكاين اللي قاعد تحضر لها، مهم مستفادين.
شجره صابو شجره مسمره. كاين اللي راه يدو طويله راه ياكل، وكاين اللي راه قاعد في الظل والما يفوت قدامه يشرب. شوف كيفاش كاين واحد الامور. خلينا ايا يجي يقول لك باترو كونتر، لعبنا كونت سوريا وقيلا لبنان وقيلا باترون قال لك، لعبنا كونت تونس درنا ماتشني قال لك بوغرا يتسبب في المرتب يتسبب في تعادل. اودي هو باترو باترو بوغرا بعد الو ما تجبد اسمي كلمه تاع باترو ما تجيش تقولها بالك. شتو نقول لكم مومن برومي ماتش كونت السودان قال باترو هو اللي حط الخطه، دوزيام ماتش قال لهم باترو، تروازيام ماتش هما كانوا دايرين حسابهم امام المغرب هما على حبسوا كلمه الباترو. نقول لكم حبسوا كلمه الباترو قال لهم ما تجيش تقول باترو، وما ضربك سايق ضرب ضرب بوغرا قال لهم بوغرا سبب التعادل المنتخب الوطني، تما الباترو ما الريزو ما فاتش ما كاش كاين الريزو، تليفون لاصارج تاع التليفون طاحت. باترو كي درنا ماتشين باترو قال له قال لك كان يعيط له. هما حبسوا كلمه الباترو بكري في كونت مصر حبسوها ما قالوهاش. كونت المغرب قال لك غادي يخسر بوغرا يعني ما اي اقرب المقربين في الاتحاديه في الطاقم الفني تاع تاع جمال بالماضي دايرين حسابهم باللي يخسروا موجدين. انا قلت لكم كانوا موجدين مقله كبيره لبوغرا ربحوا ربحوا، قطر قال لك يخسروا ربحوا، تونس قال لك غادي ربحوا، عاودوا ولاو 33 بارتي هذا مكان او التصنيف التصنيف ميسقرنا قدام تونس. منتخب وطني جزائر محطوط 33 39 يعني على بالنا اشتكي بقول ما عيا ما والو. وانا قاع ما بغيت جاما بالماضي يهدر على هذا السؤال يرد على السؤال تاع بقرا راه عايم شي عايم كاش منها بقرا دار دعاول بقرا بقرا اونترين خدام خدم وصحيح بقرا كان يدير دالا بالبالاول هاولا كونت سودان دار 5 دالات كونت اونترين ما لعبناش بولا ما لا تقولوا الناس تعب تعب هذا ما راش عنده ما راش عنده 40 عام خدمه تعب على خادم كاع. هذه الكلمه تاع تعب انا ما نامنش بها وسمحوا لي متالي كاع. وان شاء الله في مؤتمر صحفي الذي عقده المدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بالماضي وتكلم فيها عن غياب مجيد بوغرا مدرب المنتخب المحلي الذي كان يتواجد في طاقم خلال مباريات الخضر. هذه احضر خطره ما كانش يحضر مقبل خاطر هذا الكذب تاعكم ها راه خرج زاد اكد الكذب تاعكم. بوغرا حضر خطره برك كونت زيمبابوي هنايا في السان جويي وربحنا 3-1 من فماك صراو امور فماك لي صرا صرا خليها معليش ما نجبدوش كاين ما غاديش نجبدو خاطر على رانا مور المنتخب الوطني ندفعو في المنتخب الوطني ما غاديش نجبد شكاين. قلناها وهدرنا وهدرنا وقلت لكم يا ودي بوغرا ما تزيدوش تشوفوه. قلت لكم على ديلور نهار اللي لعبنا كونت بوركينا فاسو في مراكش الغدوه ان شاء الله قلت لكم ديلور ما تزيدوش الى لقاتي طوبة هنا كونت بوركينا فاسو كملت البارتي الغدوه ان شاء الله قلت لكم طوبة ما تزيدوش. الناس مشاهدين والحمد لله ربي عيطوا لي وسلوا لي ميساج وقالوا لي هدرتها وزاد قلت لكم بوغرا الى كاش بوغرا طيارة مي بغات تقلع يعيطوا له يقولوا له روح اركب هذه حاجة وحدة أخرى بصح كيما هاك وقال بالماضي بوغرا تعب كثيرا في البطولة كأس العرب لذلك سيغيب عن بطولة كأس أمم إفريقيا وكان الماجيك قد قاد المنتخب الجزائري للتتويج ببطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر. جماعة هذه تتعب يعني الله يرحم الشوابي بقات تشوف غوارديولا غوارديولا شراكه لا ماشي نطيحوا من القيمه تاع بوغرا. ناس
وك بالماضي يعتبر عند بعض الناس بأن كلامه وحي، وحي. احنا على بالنا شاكين، على كذبونا ولا ما تكذبونا ما على باليش بكم، بصح انا عارف شاكين. عند بعض الناس يعتبروا باللي الكلام تاع بالماضي وحي ينزل، يعتبروه وحي. بصح انا ما هذه الحاجه ما نحتارم من بصح باش تجي تقول لي باللي ما كان والو، يا وتبان يا عيا والذيب يبان خنزه من يذوب الثلج.